الاثنين 27 جوان، اهلا وسهلا بكم متابعينا على قناه 9. بدايه اسبوع موفقه للجميع، موعد جديد في رونديفو 9 اكيد نرجع عليه او نرجع فيه على ابرز المواقف، التصريحات والاحداث اللي صارت في بلادنا في ال 48 ساعة الأخيرة. يكون حاضر معنا طارق الحركاتي رئيس جمعية المحامين الشبان، وأيضا الجزء الثاني عفيف الجعيدي المستشار لدى محكمة التعقيب. خلينا نفهم شنو اللي صاير في جسم المحامات وفي هذا القطاع بعد طلب تعيين مؤتمنين عدليين للأشراف على انتخابات عمادة المحامين، وأيضا باش نحكيه على الإضراب المازال متواصل بالنسبة للقضاء. سعيدة جدا أن رافقني ليلة في التحليل والنقاش كل من عدنان بالحاج عمر، أهلا وسهلا بك. مرحبا خليفة بسالم، أهلا مرحبا رياض جراد، مرحبا بكم جميعا. البداية بأبرز الأخبار، نبدأ بأخبار إضراب القضاة اللي مازال متواصل للأسبوع الرابع على التوالي، بداية من اليوم بعد ما قررت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد في تعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية. هذا وحذرت التنسيقية في بيان لها، حذرت وزارة العدل من اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد القضاة، وأكدت استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النظامية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي. البيان هذا يجي عقب إعلان وزارة العدل عن مواصلة تنفيذ الاقتطاع من أجور القضاة المضربين بالنسبة لمرتب شهر جويلية عملا بقاعدة العمل المنجز، وذلك أثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وفق بيان وزارة العدل. الأكثر تفاصيل تنضم لنا عبر الهاتف رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين. مساء النور، أهلا وسهلا بك. مساء النور أختي ملك. خلينا نفهم منكم الأسباب قاعدين نتبعوا فيها الإضراب أول بأول، أربع أسابيع تقريبا من هذا الإضراب، علاش التصعيد أو المضي والإصرار على هذا الإضراب رغم البيانات المتتالية الصادرة عن وزارة العدل، لا سيما البيان الأخير اللي ينص على الاقتطاع من الأجور وفق قاعدة العمل غير المنجز؟ قبل ما نحكي على بيان نتاع وزارة العدل، خليني نرجع لحكاية تعليق العمل بالمحاكم وعلاش احنا قررنا الشكل هذا من التحرك منذ البداية. هو خطورة وجسامة آلية الإعفاء التعسفي اللي صارت على 57 قاضي يظهر لي أمام الخطورة هذه ما ثماش تحرك آخر غير تعليق العمل بالمحاكم، لأنه اليوم احنا في وضعية ما عادش نجمو نحكمو، ما عادش نجمو نخدمو، وآلية الإعفاء التعسفي مسلطة علينا. الآلية هذه فيها انحراف خطير، خليني نبين شوية للرأي العام شنية الإعفاء هذايا اللي صار، في انحراف خطير بالإجراءات وخرق لضمانات المحاكمة العادلة. أي مواطن عادي راهو عنده ضمانات، عنده حق الدفاع، عنده قرينة البراءة كما نوصلوا للمجرمين وللإرهابيين الحق في المحاكمة العادلة، يظهر حتى القاضي عنده ضمانات دنيا. وهنا نشوف كذلك أنه تم يعني تعدي على اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى المؤقت اللي يقعد ديما هو النظام اللي يحكم فيه القضاء والاستقلاله. مع ذلك لم نجد أي موقف للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء انطلبوه بموقف مشرف للقضاء، وفي الحالة معناتها إذا كان ما عملش حتى موقف فنحن نطالبوا الأعضاء بالاستقالة، ولذي أقل حاجة ينجموا يعملوها. هذه في نقطة أولى. نرجعوا لبيان وزارة العدل. بيان وزارة العدل أول حاجة، بيان الوزارة في مخالفة للرأي العام، راهو خاطر كي تحكي مثلا على تداعيات الإضراب عن الموقوفين يقولوا لها راهو البث في مطالب الإفراج مستثنى من تعليق العمل بالمحاكم، معناتها قاعدين يبثوا في مطالب الإفراج. هذه حاجة بالنسبة له للاقتطاع من الأجر، مش هذا الإشكال، أنا ما عملناش بيان للرد على مسألة الاقتطاع من الأجر، أنا عملنا بيان للرد خاصة على أسلوب التهديد والترويع المسلط على القضاة من خلال هذا البلاغ،
والترهيب من خلال التهديد بالإجراءات التأديبية، على خاطر احنا حسب الوزيرة خرقنا الفصل التاسع من مرسوم عبد الحديج. مرسوم هذايا الفصل التاسع منه هذايا اللي يمنع حق الإضراب، احنا نقولوا راه حق الإضراب نتاعنا مكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية، وحتى حد ما ينجم ينكر الحق نتاعنا في الإضراب. ثاني حاجة، ثم انسداد في كل حوار، احنا مدين يدينا للسلطة التنفيذية، وسبق ان عملنا طلب مقابلة لرئيس الجمهورية يزور جمعتين الثاني، وطلبنا منه مقابلتنا لإيجاد حل لهذه الأزمة، ما ثم حتى تفاعل معنا. على هذاك قررنا التمديد في تعليق العمل لمدة أسبوع آخر. المتقاضين في وسط هذايا الكل، رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، قريتوا لهم حسابهم؟ راهو احنا نحب نقولوا للمتقاضين المواطنين، راهو تعطيل سير العمل بالمحاكم اليوم مش احنا المتسببين فيه، المتسبب فيه الرئيسي هي السلطه التنفيذيه. اذا تراجعت السلطه التنفيذيه عن المرسوم على 35 وعن الامر المتعلق بالاعفاء، بطبيعتنا احنا باش نرجعوا نخدموا، خاطر هذه الظروف هو المتقاضي هو الضحية، خاطر احنا ما نجموش رانا نخدمه وفي ظل آلية الاعفاء، في ظل انه كي ما نعطيوش تعليمات اي قاضي ولا خايف يعطي كي ما يرفض تطبيق التعليمات ينجم يلقى روحه قدوه مشمول بقائمه اعفاء. هذا نعمل فيه راهو مش لمصلحه القاضي، رانا ما ندافعوش على الفساد، نقولوها الف مره، راهو احنا بالنسبه لنا ريت في القائمه هذه يلزم المسار يتعدى بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء، واي قاضي ثبت فساده نحن لا ندافع عنه، لكن اعطيه ضمانات الدفاع. واضح، شكرا لك. واضح، شكرا لك رفقه المباركي رئيسه اتحاد القضاة الاداريين. كما قلت لكم ضيفنا في الجزء الثاني باش يكون عفيف الجعيدي مستشار لدى محكمة التعقيب، باش نحكي بأكثر تفاصيل في الموضوع هذايا بعد ونرجع لكم، لأنه نعرف عندكم ما تعقبوا. خلي بلوتو الأسئلة والنقاش يكون مع ضيفنا. نحكيو على مسألة أخرى، وين دعا نادي مدريد لرؤساء الدول والحكومات الديمقراطيين السابقين في بلاغ ليه أمس، دعا السلطات التونسية لاسيما رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مراعاة جوهر القيم الديمقراطية والعملية القضائية وسيادة القانون والإفراج عن عضو النادي حمادي جبالي مع احترام حقوقه وحرياته حسب نص البلاغ. نذكر النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت نهار الخميس المنقضي لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بحمادي جبالي على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال منسوبة إلى أعضاء من جمعية نماء تونس الخيرية. بعد شوية ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ سمير الديل وعضو هيئة الدفاع عن حمادي جبالي باش نفهموا معاه، موجود معنا عبر الهاتف مساء به بعد شوية، نرجع له بعد شوية. برشا حديث تم على المسألة هذه، عدنان على حالته الصحية، شفنا حتى فيديو لأفراد أسرته لزوجته، الجهات الرسمية تفند الرواية كون تم اختطافه وتقول لا راهي الأمور صارت وفق إجراءات قانونية، وسمعنا هذا حتى في الندوة الصحفية الأخيرة لوزارة الداخلية. كيفاش تقرأ هذا كل وصولا إلى بلاغ نادي مدريد؟ والله يا ملك، الموضوع الحقيقة يلزمنا نعترفوا أنه يعاني الموضوع هذا من قلة وضوح وكهو، معناها كان الأمور تقالت كما هي بالضبط، وكان فما بالحق معطيات حقها تقالت، كان فما أسماء حقها تقالت. لما نخرج للإعلام في ندوة صحفية باش نحكي على عملية معناها فيها تعدي على القانون وفيها أشياء من هذا النوع، لابد أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونعطي أرقام ونعطي أسماء ونعطي معطيات قانونية كيف سيكون المسار القضائي. هذا الكل كان غايب في الندوة الصحفية، وهذا كله خلى يخيم على الملف هذا نوع من الغموض، يفتح الباب لكل الأشياء هذه. نادي مدريد عنده الحق يتكلم، وكل إنسان عنده الحق باش يتسائل، اللي يحب عنده ملف وقاعد يعالج فيه ويحس روحه هو صاحب حق، وأنا أعني السلطة هنا، ما ليه كان يعطي حقيقة الأشياء
يعطي حقيقة الأشياء ويعدي بارلافوان نورمال بروسيدور ومسار قضائي معتاد وكما نتصوروه الناس كل. ينضمنا مباشرة عبر الهاتف أستاذ سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن حمادي جبالي رئيس الحكومة الأسبق. مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. مساء النور. إذن برشا تقال أستاذ سمير ديلو حول المسألة هذه، خلينا ساعة نبدأ بالحالة الصحية لحمادي جبالي اللي تقال فيها برشا، وهل إلى حد اللحظة هذه هل مازال موجود في مستشفى الحبيب ثامر؟ لا، غادر المستشفى ورئيس الصحية. كل ما نجم نقوله أنه في 24 يعمل عملية جراحية على القلب، باش تصير له عملية جراحية على على القلب، هكا كان سمعت منك. ما نعرفش خاطر الصوت ماهوش واضح، ماهوش واصل بصورة واضحة أستاذ سمير ديلو. لو إيه لأني موجود في المحكمة حاليا، كما سمعت باش يجري عملية جراحية على القلب في ظرف ال 24 أو 48 ساعة القادمة نتيجة تأثيرات الترويج. كل سلامة ليه. خليني نرجع للمسألة التصريحات الأخيرة، خلينا نبدأ معاك أستاذ سمير ديلو. علاش تعتبر هيئة الدفاع عن حمادي جبالي أنه القضية هذه سياسية، وأنه رغم توضيحات اللي قدمتها وزارة الداخلية حول إيقاف المعني بسبب شبهة تبييض أموال وتتعلق بجمعية نماء، إلا أنكم تتمسكوا أنه ثم برشا مغالطات وأنه القضية هذه سياسية بحتة؟ وزارة الداخلية ما قدمتش حتى توضيحات، حكيت عليه، حكيت على اشخاص اخرين، حكيت على احد اقاربه، ما سماش تجريم بالقرابه في القانون التونسي. وزاره الداخليه ما عندهاش حق تحكي عن الملفات القضائيه اصلا، هذا دور القضاء، دورها هو دور مساعد للقضاء ولا ضبط عدليه ولا تحكي عن ملفات امنيه، ولكن الملفات القضائيه اللي متعهد بها القضاء في اثريه التحقيق. وسيد حمادي جبالي لا هو من المؤسسين ولا هو من المرخصين في الجمعيه هذه اللي حكت عليها وزاره الداخليه. كل المعلومات اللي قالتها تتقال، وانا سمعت بعض اذاعات يقولوا الجمعيه نتاعها كلها معلومات غير صحيحه. سي حمادي موجود في الملف هذا فقط لانه نسب لاحد اقاربه دور في الجمعيه هذه لا اكثر ولا اقل. وانا نقول لك الكلام هذا وانا مطلع على الملف، ولكن ما عنديش حق في تفاصيله ولا نعطي معطيات محميه في سبيل التحقيق. شكرا لك سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن حمادي جبالي، هذه آخر التطورات في هذا الملف. رياض، كما سمعت الأستاذ سمير ديلو يقول لك وزارة الداخلية في الأخر ما عندهاش الحق، هي ما ذكرتوش بالاسم، ذكرت صهره وما ثماش صلة بين هذا وذاك، وما عندهاش الحق أصلا تقول ولا تخوض في مواضيع من هذا النوع. هذه كلها تفاصيل بطبيعة الحال، أنه من حق وزارة الداخلية أن تخوض في هذه المسألة أو لا، هذه تبقى تفاصيل. ولكن المعلوم اليوم أنه فما قضية وفما شبهة تبييض أموال وشبهة ربما حتى إرهاب تتعلق بحمادي أجبالي وبالعديد أيضا من قيادات حركة النهضة فيما يتعلق بما سمي الجهاز السري المالي لحركة النهضة وجمعية نماء. أنا اللي نستغرب الحقيقة أنه توا سمير ديلو يحكي على أنه المعلومات هذه غير صحيحة. من يحدد إن كانت هذه المعطيات والمعلومات صحيحة أم لا؟ القضاء ولا شيء سوى القضاء. اليوم راهو اللي يعمل فيه سمير ديلو واللي تعمل فيه ما تسمى بهيئة الدفاع عن حمادي جبالي وغيره وما يقوم به معناتها من ممارسات غير مقبولة، هذه راهو في عمق وفي صلب الضغط على القضاء. والحقيقة معناتها سمير ديلو هو نفس الشخص، معناتها لو كان نستحضروا حتى تصريحاته السابقة عندما كان وزيرا لحقوق الإنسان في فترة الترويكا بعظمة لسانه، وهوك معناتها المداخلة متاعه منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وموجودة في الانترنت، يقول أنه إضراب الجوع هو وسيلة لابتزاز الدولة، وإذا أي واحد يعمل إضراب جوع نسيبوه، لن يكون للقضاء أي معنى ولن يكون للدولة أي معنى. نفس الشيء اللي أدانوا في وقت سابق سمير ديلو هما الآن يقومون به تقريبا بالضبط بحذافره. اليوم راه مش معقول، مالك هو مال إذا لأنه اسمه حمادي جبالي تقوم الدنيا ولا تقعد عليه، أو لأنه اسمه راشد الغنوشي ولا رفيق بوشليكة ولا سمية الغنوشي تقوم الدنيا ولا تقعد لأنهم اسمهم حركة النهضة، وهذوما قيادات في حركة النهضة، ولا زالوا يستبطنوا فكرة اللي هما الدولة واللي هما عندهم فتح الحبس. هذا راهو انتهى وولى. اليوم القضاء
يتحرك في علاقة بملفات ثقيلة. اليوم القانون يطبق على الجميع، لأنه بنفس المنطق إذا أي زاد إرهابي الدولة تشده ولا القضاء يتحرك ضده ويعمل إضراب جوع، يا أخوي سيبوهم عادة وكاو بربي، دعوة هاو دعوة للقضاء. إذا بنفس المنطق إرهابي زاد تشدوه ولا تتحركوا ضده ويعمل إضراب جوع، سيبوه وكاو. شنو هو التمييع هذا القضاء؟ هو القضايا رسول الله نحكيو على جهاز سري مالي، ونحكيو على تبييض أموال وشبهات إرهاب بغض النظر عن الأسماء والأشخاص. ونولوا أي واحد يعمل إضراب جوع نسيبوه، لن يبقى بالرسمي كما قال سمير دير، ونستشهد بكلامه هو يحكي على الإجراءات. لن يبقى هناك أي معنى للقضاء، ولن يبقى أي هناك أي معنى للدولة. هذا غير مقبول وغير معقول. خليوا القضاء يخدم يا أخوي، هو نفس الجملة اللي جبتها مقبل. الجدل اللي صار واضح فكرتك، الجدل اللي صار بغض نظر على الاسم على الاسماء ولا الملفات ولا الانتماء السياسي، مواطن نحكي على مواطن تونسي، لا مش على خاطر اسبق رياض. سمعت فكرتك خليني نتكلم، سمعت فكرتك. الاشكال خليفه اليوم يقول لك في الاجراءات، في الطريقه اللي قاعد نتعاملوا بها في الملفات، واكثر الحجه اللي ترجع اكثر يقول لك هك تعدينا بان اكزامبل اللي هو نتاع نور الدين البحيري، عملت هذا الكل قعد تقريبا 3 أشهر في الاخر خرج من الاقامه الجبريه ما غير ما غير ما صارت حتى تطور على مستوى الملف، ولا عرفنا معلومات بزياده علاش تشد، شنية التهم وما الى ذلك. هذا تقريبا الارغومون اللي تقدم فيه هيئه الدفاع عن جبالي اليوم. يقع ويحدث، وهذاك طبعا تبعاتها على صاحب القرار اللي وقف، وناقشت الناس كل لماذا وقف نور الدين البحيري ولماذا اطلق سراحه. يبقى احنا امام وضعيات ثلاثيه مختلفه، ثم وضع صحي اللي يمكن نفهم من خلاله بيان نادي مدريد أنه احترام معناه الإجراءات القضائية والقيم الديمقراطية وسيادة القانون، ويبدو أنه بحسب السيد سمير ديلو أنه الرجل مش يعمل عملية وكذا، وهذا معقول يعني الدولة تنظر بهذا، لأنه مرينا بتجارب مرة في هذا الاتجاه، ونذكروا جيلان الدبوسي رحمة الله عليه، يعني المعاناة، وثم كثير من الشخصيات، ونذكروا نسموا الأشياء بمسميات وقت اللي هو وزير حقوق إنسان، وقت اللي البحيري وقت وزير عدل من عائلة الترابلسي وغيرها المعاناة، وقلنا وقتها راه مش معقول إذا كان واحد يصادف أنه يتوقف ولا يكون في السجن أو من خلال أبحاث وعنده وضع صحي خاص، من المعقول إذا كان الآن السلطة كما يقول السيد سمير ديلو أن الرجل باش يمشي يعملوا له عملية جراحية وكذا، وهذا الواجب وهذا اللي يلزم يكون بصرف النظر عن مجريات القضاء. الجانب الثاني صفة للرجل أنه سياسي كما قال رياض قبيلة، وكان جاء مواطن عادي يمكن معناها ما لا يدهس ومعناها يطيش وما يتلفت له حد، وهذا مشكل كبير ياسر عندنا في حياتنا نشوفوه في كثير من القضايا. وثم كثير من الشخصيات، ثم تو ما نذكروش باش نقول لك ذكر، ثم اللي عملوا ضرب جوع وما تلفت لهم حد، حتى من الشخصيات السياسيه شفنا بعد بعض النواب مجلس النواب والمنحل وشفنا معاناتهم وما حكى عليهم حتى واحد في هذا الجانب. طبعا هذا وراه معناها حركة سياسية قوية، وراها خصومة سياسية تخوض هذه الحركة مع رئيس الجمهورية. التوظيف السياسي ممكن ووارد ويقبل ويفهم في هذا الاتجاه، ما هوش موضوع. أما أنه لا يفتح تحقيق في علاقة بشبهات، شبهات واردة طبعا، ما زال هناك قصور اتصالي كما قال عدنان قبيلة من جانب وزارة الداخلية على أن تتحلى بأكثر ما يمكن من الشجاعة لإعطاء المعلومات والمعطيات، هذا مهم، ووزارة العدل وكذا. ولكن الشبهة ما هيش حاجة خطيرة أنه واحد معناها ولا جريمة كبيرة إذا كان ثمة شبهة ويتوقف عليها وتبحث فيها، خاطر هذه ملفات معقدة ومعقدة جدا. يمكن الشبهة في علاقة بصهر ولا بقريب ولا بنسيب ولا بعلاقة معينة معناها في الأوساط المالية ولا غيرها، هذا ممكن الإنسان يتبحث، وأكثر من واحد في الحياة العادية، وإحنا بإذن ممكن نهار تبحث لأنه فلان ولا أخوك ولا قريبك ولا غيرها، مش زادة نعمل منها قضية كبيرة وكأنه معناها حاجة ما صارتش. لا معقول. في الجانب السياسي الآخر والأكبر، أنه هناك أصوات هي الآن تقول كيفاش الحالة هذه، في المقابل تقول علاش ما حليناش هذه الملفات، ما نرجع موضوع نور الدين البحيري وغيرها، يقول لك لا هذوما هي ما تحلتش الملفات. هو الآن في اتجاه فتح هذه الملفات، ونتمنى أن تفتح كل الملفات في علاقة بالجميع، مش كان في علاقة بحركة النهضة ولا غيرها. أي ناس عندهم شبهات أو وراءهم أسئلة أو عندهم نوع من الثراء اللي الغير مبرر أو معناها في علاقة بشبهات الإرهاب أو في علاقة بشبهات خابر، هذا مطلوب من السلطة أن تفتح هذه الملفات، لأنه تبعاتها سياسية وهي تتحمل المسؤولية إذا ما تفتحش هذه الملفات.
راهو سهر سي خليفه. نحب نعطيك معلومه اللي سهر حمادي جبالي اللي معاه معناتها في نفس القضيه نتاع جمعيه نماء، راهو بيصرف النظر على العلاقه اللي تجمعه بحمادي جبالي كنسيبه، معناتها هو راهو في تلك الفتره عندما كان حمادي جبالي رئيس للحكومه، سهر هذا اللي هو مؤسس في جمعيه نماء كان ايضا مستشارا لدى حمادي جبالي في القصبه. ما هو هذه زاد يلزم معلومه الناس تعرفها، كان مستشارا لدى السيد حمادي جبالي في القصبه، سهر هذا اللي مدرج اليوم بالتفتيش والفار من العداله. ياما هو تو خلينا نحكيوها كارت سور تابل سي خليفه، حركه النهضه لا زالت تعتقد واهمه اللي هما الدوله، اللي هما يحكموا في الدوله، مفاتح المرنه جاي ما عادوش عند راشد الغنوشي، متقلقين. والجديد في هذا الملف بالذات ربما انه ايضا تم فتح ملف بحث تحقيقي ايضا في علاقه براشد الغنوشي وعدد من قيادات النهضه في علاقه بنفس هذا الملف. هذا مش رسمي على ذمتك انت المعلومه هذه، ما عنديش معطيات رسميه في هذا الصدد. حركه النهضه بغض النظر عن ذلك يا سيد الكريم، هذوما ماهمش مواطنين فوق العاده، ماهمش مواطنين فوق الرتبه. كيفهم كيف اي مواطن تونسي يجب ان يحاسبوا اذا اقترفوا جرائم. هذه قراءتك ذهبت الى المسائل هذه فقط، احنا نتعاملوا رانا مع المعلومات هذه ومع الاخبار هذه وفق المصادر الرسميه، وفق تقدم الابحاث، وفق المجريات العاديه اللي متعودين بها في كل القضايا، خاصه كي تبدا قضيه تثير انتباه ومحل تتبع الراي العام. نحكيوا على مساله اخرى واللي هي تم الراي العام دايوغ، نحكيوا على جمله المراسيم او مشاريع المراسيم والاوامر الرئاسيه اللي صادق عليها اليوم مجلس الوزراء برئاسه رئيس الحكومة نجلة بودن. من جملتها نحكيه على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، أيضا تمت المصادقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 157 سنة 95 متعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحة أو منحة عفوا، وهذايا اللي ما زالت مشاريع أوامر رئاسية أخرى، لكن هذايا تقريبا الأبرز خليفة، لأنه الناس الكل تستنى في المسألة هذه خاصة مواطنينا بالخارج ولا حتى في تون لفسير ولا في لفسير اللي هو باش يكون له تأثير على مستوى انخفاض الأسعار في السوق الداخلية للسيارات بالنسبة للتوانسة. بصرف النظر عن مسألة انخفاض الأسعار في السيارات يعني الخدمة اللي موجودة في سوق السيارات وعلاقة هذا السوق اللي هو ولا في فترة معينة كأنه سوق موازي تقلقوا منه بعض أصحاب الوكالات، ثم يبدو أن الحكومة مشيت في اتجاه أعطاهم هم الامتيازات مقابل سحبها من قبل المواطنين. الخبر باش يفرح المواطنين العاديين، راهو قلنا ثم ناس تمشي تخدم في الخارج فقط باش يكون متحصل على الفسير، ما عنده حتى أي مكسب آخر، خاصة كثير من الناس يشتغلوا في بعض البلدان العربية ولا تيوم فيهم الناس واحد يحرق يقولك مش نعمل في سيار ونروح، فإذا به القاروحه ما غير في سيار. يعني الخبر هذا أنا نعتقد أنه باش يسعد كثير الكثير، بما في ذلك باش يعمل الحد الأدنى من تعديل السوق، ما يلزمش ينتج الفوضى، هذا متفقين، لأنه سوق السيارات فيه ناس كذلك مستثمرة بالأموال والمليارات وهي تقوم بهذا التعديل، ولكن هو بدوره سيقوم إلى حد ما بتعديل السوق في علاقة تقريب المشتري والمستهلك من الطبقة الوسطى اللي ولا عندهم حلم امتلاك سيارة، إضافة إلى كما قلت لك باش يستفيدوا به المواطنين بتاعنا بالخارج. وتعرف اللي الأسعار كبيرة برشا توا، أسعار جنونية ولات في عالم السيارات، مش على المستوى السوق الداخلية فقط عدنان، على المستوى العالم خاصة بعد كوفيد 19. ولي زاد بد أن ننسبوا زاد الوقع بتاع القرار ما هوش وقع كما كان يكون في وضعية عادية، وقع في دينار معناها أموره تعبة وفي وضعية متاع تجارة بينية في ما بين تونس والخارج سواء الخليج العربي أو أوروبا، هذوما الزوز المهمين، ما يشي باهية لتونس لفايدة تونس. على كل حال كان لازم أنه القرار هذا يقع تتوجه نحوه، وكان لازم أنه الملف هذا اللي يقع قبره لمدة مدة ثم تسويفه في مرحلة ثانية وتوا تجبدها وتوا وقع فيه النظر، وحتى نشوفوا زاد القرارات بالضبط فاش تتمثل. لا عودة تقريبا للقانون القديم،
اللي هو كان يتمتع أي بتاع 95 اللي كان يتمتع وعنده إمكانية يبيعها لفسير هاو فهموها للمواطنين العاديين. هذا هو اللي قلناه قلنا ثم يعني ما عادش عنده كل أجل يمكن حكاية لا هذاك في القانون الجديد أما تو قادر إذا كان رجعنا للقانون القديم قادر يبيعها مباشرة بمجرد نزوله الى ارض الوطن بالضبط. القانون قانون نحكيه القديم تاع 95 اللي تنقح سنه 2018 تقريبا في مارس 2018 وحكومه جدل كبير عن خلفيات هذا التنقيح. رياض تفضل. هو القرار هذا الحقيقه قرار كان مطلب شعبي مليك وانا نعتبره قرار ثوري وهي ضربه موجعه بالفعل للوبيات اللي القانون بتاع 95 تم تنقيحه في 2018 تحت ضغط هذه اللوبيات لوبيات توريد السيارات التي تمعشت من تلك التنقيحات والتي صادرت حق مواطنين في الخارج من النظام الاف سي ار. هذا لا يعني انه قطاع منظم وناس تخدم على رواحها برياض دون متفقين احنا مالك احنا راهو ما عنا حتى عقدة من الأغنياء ولكن الغني خلي زاد محدودي الدخل والطبقة الوسطى والفقراء يعني معاك مكريهبة في البلاد هذه إذا اشتالبنا رواح غني والدعمي ربي يزيدك ربي يزيدك من خير ومن نعيم معناش عقدة احنا إيه مرا وزاد محدودي الدخل ومتوسط الدخل والفقراء من حقهم يعملوا كريهبة في البلاد هذه. المواطنين بالخارج بالتنقيحات نتاع 2018 يشرطوا عليهم انه ما يبيع الكهرباء نتاعو اللي يدخلها الا بعد عام لانهم هما منتفعين معناتها اللوبيات هذه. فهمت اليوم بالعوده الى الامر نتاع 95 اليوم ينجم المواطن التونسي يدخل كهرباء ولا يكري لف سيار نتاعو بطبيعه الحال هذه يساهم في تعديل السوق وتنجم لانه راهو الكهرباء المزمره يا ملاك اليوم راهو في البلاد هذه ب 60 مليون معناتها تقريبا ما فما حتى موظف تونسي اليوم ولا حتى مواطن تونسي عادي من متوسط ولا محدود الدخل قادر انه يعمل كهرباء في البلاد هذه. بطبيعه الحال هذا القرار صادق عليه المجلس الوزاري اليوم الذي ناقشه رئيس الدوله مع السيد رئيس الحكومه تقريبا منذ اسبوع. هذه بشرى صار لمواطنينا بالخارج وكذلك في الداخل اللي بطريقه او باخرى ايضا باش ينتفعوا من مراجعه هذا النظام نظام لف سيير. ثم مرسوم مونتخطون زاد حكينا عليه وإحنا قعدنا مركزين على فسير ثم مصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. هذا ينجم يحد من العربدة اللي تمارس فيها الميليشيات الإلكترونية واللي تمارس فيها الميليشيات الفيسبوكية المنظمة اللي ما خليتش معناتها حتى شيء من هتك الأعراض ومن استهداف الدولة ورموز الدولة والقيادات العسكرية والأمنية وغيره بطبيعة الحال. ولكن هذا ينجم يكون أيضا عنده وقع كبير على الواقع وعلى تنظيم هذا الفضاء. عدنان نقولي مش هذا برك قريب نوليه وما عاد نحكيه وكان على الذباب والنهضة وكل ما لا ساعات احنا بدنا نقاور واحنا فاس جرائم السيبرنية كلها وأخبار وتسريبات وفرضيات وقراءات وتسريبات ونلقاور واحنا هذا موجود في الفلاش نيوز في الأخبار صحيح هذا كله صحيح ولكن مش كان هذا نتصور القانون مبني على أنه الهدف هو مقاومة الجرائم السيبرنية اللي قاعد تقتحم في العالم واللي عندها معناها ديبرونجمون في تونس وقاعدة تعمل في أشياء معناها لذلك كنت نحكي فيه هنا وكا أكيد أكيد ما هناك جرائم أخطر وشفناها في حالة البنك المركزي هذا جرائم سيبرنية ايش نحب نقول أنا مش كلها حكاية ذباب فما ذباب وفما أمور أخرى ما أخطر أكبر من الذباب ثقيلة وفيها جانب مافيوزي وشبكات هذا اللي حبيت اقوله انا مواصلين اخبارنا باش نواصلوا مع اخبار المنظمه الشغيله بعد الفصل.